السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تجربة جديدة. كتير جدا بنكون محتارين لما نسافر اسكندرية فين أفضل مطعم ناكل فيه سمك. بعد عديد من التجارب لمطاعم السمك من أكبر وأقوى الأسامي لحد المطاعم المتوسطة، اكتشفت إن أفضل مكان تاكل فيه سمك بعيد عن الأسامي المعروفة كلها، وأصبحت أكلة السمك في اسكندرية لها مكان بس أقدر آكل منه. المكان هو سوق السمك. الموضوع بيتحول لمتعة الشراء والاختيار من عدد كبير جدا من التجار لحد ما توصل لأسماك فريش بجد، مش مركونة بقالها يومين تلاتة وفي الآخر تروح للمطاعم. فكرة إنك تبدأ القصة من أولها وتختار الأنواع اللي عاوز تاكلها وتشوفها قبل ما تستوي، وكمان تختار المكان اللي هتسوي فيه، كل ده بيخليك تمر بتجربة مش ممكن تنساها، بل بالعكس انت هتجربها على طول. المكان اللي تقدر تشتري منه هو سوق السمك مش حلقة السمك، والسوق اللي هتروحه مكان قريب من القلعة لو معاك عربية او رايح مواصلات. تقدر تدور على GPS على قهوة اسمها قهوة فاروق، وبعدها بثلاث شوارع السوق اللي نصه شغال فيه الاسماك. تقدر تبدأ جولتك بالمشاهدة مع الاستفسار عن الاسعار اللي لم تكن مكتوبة، وتعيد الجولة مرة تانية لحد ما تستقر على كل نوع هتجيبه منين. الاسعار في الغالب كويسة جدا بس بتتفاوت، وعشان كده لازم تسأل اكتر من مرة وتتفاوض على السعر. بعد كده بتشتري كل الانواع، وهنا بتوصل لمرحلة التسوية. هناك في اماكن كتير للتسوية داخل السوق متقاربين، لكن افضلهم محل اسمه جنة المحمدية، مميز جدا في التسوية بكل اشكالها، ما بيختلفش عن اكبر المطاعم اللي ليها اسمها. غالبا التسوية بتاخد ساعة الا ربع. بعد كده بنيجي لمرحلة الاكل، وافضل مكان ممكن تاكل فيه هو الشاطئ اللي جنب السوق على طول قدام مطعم الدورة. الشاطئ دايما فاضي خاصة في الشتاء، المسافة بين الترابيزات كبيرة وبالبحر هادي، والمكان مريح جدا للنفسية، والاهم انه قريب جدا فالسمك ما بيلحقش يبرد، وساعتها تقدر تستمتع باجمل اكل السمك ممكن تاكلها في حياتك، مش في مطعم بيطل على البحر، لا انت بتاكل في البحر ذات نفسه. الى اللقاء في تجارب جديده باذن الله. انا كده بص فاضل لقطه.